اشتقنا لكم. هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اشتقنا لكم. ان شاء الله الكل يكونوا بخير وسلامه. شكرا لكل المتابعين عم يدعمونا بقناه تحديات رانيا، قناه شيرين دريم، ونتمنى تدعمونا اكثر واكثر مشان نعمل فيديوهات حلوه مثلكم لاحلى متابعين بهالدنيا. جايز، عنا اليوم تحدي على الجزء الثاني، لا تسقط البالونه بالغلط. رجعنا لكم، عملنا الجزء الاول على طلب المتابعين، رح نعمل الجزء الثاني لكل متابعينا، وان شاء الله قريبا فيديوهات الجاي بانتظاركم. كل طلباتكم رح نعمل اذا بنقدر، على طلباتكم فينا نعمل، وان شاء الله قريبا رح نعمل كل الفيديوهات الحلوه. جايز، الجزء الثاني هديك المره كنتوا مين رفقات فات؟ انا وشيرين. بس وقت عملنا بالورقه، هالمره هالمره انا بدي اختاركم. اوكي؟ اوكي. انا بختار شيرين وستيلا. وبختار انجليكا وننوشي. واو، شو مبسوطين؟ كتير. اكيد مبسوطين. متحمسين؟ كتير. بدي حماسة، واشوف اللي وحده بتسقط هيك البالونه بالغلط بتكون هي الخاسره، وفي عقاب. يا ويلي هالمره شو هالعقاب، بس شوفوا. ايه، خلينا بالاخر الفيديو بتعرفوا شو مفاجآت حلوه دائما. اول فيديو اذا عرفتوا ما بصير طعمتها هيك حلو، بس بالاخير لما هيك بتعرفوا هو انتم مثلا خاسرين، بتشوفوا هيك العقاب قدامكم، يعني بصير هيك صدمات. اوكي؟ اوكي. كيس مثل الجزء الاول بنعمل على عداد الموبايل؟ خلينا نعمل اول المرحلة، خلينا نعمل دقيقتين. هالدقيقتين بتلعبوا مع بعض بالبالونة، وإذا راحت على الأرض البالونة بتخسروا. وطبعا بالنقط، النقط كتيرة راح نعرف مين فريق ضد فريق. اوكي؟ اوكي، ليتس جو. تفضلوا عضو الفريق من اول ما نبدا. مع مين؟ نبدا مع مين؟ شو بتحبوا؟ انت تختار. نختار مع شيرين وستيلا، وتفضلوا عضو انتو. شغل الموبايل. ننوشي شغل الموبايل على الدقيقتين، على عدد الموبايل، بس يجي الصوت وقتها بتعرفوا. وهنن حظهم، ان شاء الله يطلع حظكم حلو. يلا ما بعرف شو عم بيبسبسوا هدول، عاملين خطة على الفريق الثاني. هن بيحاولوا انه هن يربحوا، ما بدهم ياهم فريق النانوشي وانجليكا، ما بدهم ياهم، كأنه انتم بدكم ياهم يخسروا. مو لا تغشوا، ما في غش، لا ما هون بدها الشطارة، وشطارتكم وهي شطارة. نشوف شو هاي الشطارة اللي عندكم. يلا شغلي. 1 2 3 بدأ. شوي هيك روحوا انتو شيرين، شوي شوي روحوا، شوي تاني. يلا 1 2 3 شغلي العدد. لا تاخذوا وقت تكون على الفاضي، بدنا مهارات باللعبة، بدنا مهارات. يلا شوف المشاهدة متابعينا للأخير، وممتعة كتير ومسلية. يلا تحركوا، عم تاخذوا وقتكم مشان ما تخسروا. مو لا هي عم تعملها. استني،
حركات حلوة ومسلية. يلا كمان على الأقدام، ودايما تعملوا دايما فوق راسكم مشان ما ينطب البالونة، مو يا غشاشين. يلا بدنا حركات كتير مشان نعرف اذا البالونة، وانا كمان هيك فيني اعمل، بس بدنا يلا اعملوا حركات. بده يخسروها جايز، مبين هدول بدهم يخسروا. يلا هيك منطوا رياضيين، عملوا رياضة. ايوه هيك احلى، هيك خلي البالونة هيك تروح فوق تيجي. يلا 1 2 3. اوه ايوه على راسكم فيكو، مثل كرة السلة. انتي واحدة وهي واحدة، انتي واحدة وهي. شو عم تخافوا انتو؟ وين الطاوة هيك البالونة ما تروح لفوق؟ عم بيمر الوقت وما عم نشوف مهاراتكم. ها ما في مهارة، يلا كملوا. بدك تستخدم، مو انه انا كمان فيني اعمل هيك، بحط البالونة واستنى الوقت يمر مشان ما تخسروا. مو يلا 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 يلا، كل شي بدنا. استني صارت دقيقة، اكيد رح نربح. لسه ما بيبين شوي صار. وين مهاراتكم؟ 3 2 1. نحن على افكار لا راح الوقت، وكيف دايما طابة بين حضنكم وخايفين منها، بدنا الطابة هيك تروح لفوق تيجي، تروح لفوق تيجي. اوكي نجحتوا بأول الاختبار، المهم نربح. لا بدنا لعبة صعبة، ما بدنا لعبة عادية، بدنا هيك استمتاع. ندرين وانجليكا تفضلوا. 1 2 3. شغلي العداد الموبايل، يلا نشوف مهاراتكم ندونشي. يلا 1 2 3. يلا نشوف هالمرة كيف هني راح يعملوا هالمهارات. واو صح. خدي اجينا اجينا، لا تروح، لا تخلي تروح على الارض. ها خليها تروح لفوق، مو تمسكيها هيك. مو بيصير المهم بس لا تسقط البالونة بالغلط. لا تروح على الارض، تروح على الارض، تروح على الارض كأنه نذرين. روحي عند رفيقتك. يلا خذي رفيقتي، خذي. يلا انتو مو بس اخوات كمان رفقات، مع بعض مع بعض لازم. خديها خديها، اعطيها لانجلينا. خذي انجلينا. يلا يلا كبت على الارض. يوبس يا اخي، يلا يلا الوقت عم بيمر، الوقت عم بيمر. تعالوا جنب بعض، تعالوا جنب بعض، مستحيل لازم تكونوا جنب بعض كمان. اعطيها لانجلينا. يلا خذي امسكي. يلا انجلينا هلا برجل. حلوه هاي، خليها هيك. ما انجلينا حاولي. يلا هيك بسيني، هيك اجي صبي رجلك هيك. يلا بتريكم خليها تروح فوق البالونة. يلا يلا بدك تخسروا. ها خسرتوا. يلا هيك يلا على فوق. عم تمشي يلا انجلينا صعدي. يلا هيك لا تفرتوا، اعملوا على ظهركم. يلا هيك منهم، يلا يلا بدون حركة. يلا خذوها العبوا مع الطابة. عم بيمر الوقت، يلا خلينا نشوف. يلا لا تخاف، لا تخاف، العبوا هاي لعبة، ما حدا بده يخاف من انك تخسروا. بدنا مرة ثانية يلحقوا لك انت بقينا. عم بيمر الوقت ضل كثير. يلا على ايدكم، على اجريكم، على
الليلة؟ راح الوقت؟ كايسة دور كانوا بدهم يخسروا شو؟ ماما لا عندكم وقت هذا مو انه عندي وقت انجيني خلص يلا 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 كملوا كملوا ما ما بصير هيك تحت يلا 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 بدون توقف بدون توقف خذيها ثاني خلص الجولة الأولى ربحتوا نرجع هلا على الجولة الثانية بنعمل 3 دقائق بنصعبها أكثر مشان يصير صعب عليكم أوكي ليتس جو وان توسري شغلي عداد يلا نشوف شو رح يعملوا بالبالونة لا تسقط البالونة بالغلط لا تخافي لا تخافي منها شيء طبيعي يعني هاي بالونة بالأخير نحن عم نلعب ولا شو؟ عم تستعملوا كتير الايادي بدنا الجسم تستعملوا يلا بدنا نشوف الحركات الاجر بدنا نشوف المهارات اللي عندكم كل واحد ايش هي المهارة اللي عندها بدنا نشوف هدول بدهم يربحوا ها بدك تخسروا انتو لا شوفون عملوا تشجيع انجلينا غشاشة لا تدفشي جايس انجلينا بتتمنى انهن يسقطوا البالونة بالغلط مشان تخسر ستيلا وشيري لا لا ما راح تشتري تخافي بنزلي انتوا ليش بتخافوا ما في فيها خوف هاي مهارة بدنا مهارات نانوشي بدون صوت بعد معك ولا يلا خليك يلا قوم يلا واحد ما تخاف ما رحت هدول رح يفوزوا عم تروح هلا 3 دقايق عملنا على الصعب شوي تروح على الأرض لا ما رح تروح ما بتعرفوا بتخسروا جايز كأنه هدول بدهم يخسروا عمرو اللفة 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 يلا سلا لا تخاف سلا يلا خلصوا 3 دقايق كمان ربحوا معنا يلا الدور ربحوا هدول شوفوا جاي الدور عليكم ربحتوا ولا يلا كمان بدنا نشوف مهاراتكم انتوا كمان يلا لسكو شغل لي عداد 1 2 3 يلا عم يضربوا بعض بالكرشون زين اطول من الكرشون يلا بعد شوي شوف هدول عم ينحسدوا يا حسودين يا حسودين يلا يلا الوقت عم بيمر يلا بكرشك يعني ندوشي بكرشك معدتك يعني المعدة جايس انجلينا ونانوشي طبوشين ومعدتهم عم يعملوا هيك دايما هال عم نحاول يلا حاولوا
راحت على الارض ما راحت نبيت وتخسري. يلا الوقت عم بيمر. يلا هلا باصابع انا بس واحده. اه اعطيها انت تاخذي وهي تاخذي. الدور الك دور الها. واو صعبه. انت خذيها. اعطيها لاختك كمان. بصبعك صعبه الصبع. كملوا بدون توقف. ممنوع التوقف. يلا لعبوا البالونه. لعبوها. واو يلا. وين المهاراتكم؟ واو ايوه على الايد. اعطيها كمان لاختك. اعطيها لاختك. على ايدك. عملي على ظهرك كمان. ايوه خلي امسكي. تعي ننوشي عندها. لازم دايما ملزقين عند بعض. انتوا لزقوا حالكم ببعض مشان ما يصير البالونه تروح على الارض بعدين تخسروا. ها يلا انا همسك. هلا لا تخافي. حلو كتير. واو. تعي قربي عليها. ساعديني. انجلينا ما بدك تبعدي. بدك تكوني دايما جنبها. يلا كملوا. واو روح. مو هيك. انجلينا بدك تخسري. ها تعي انجلينا جنبها. يلا جنبها. كملي. خليها تاخذ المدرين. اعطيها. يلا لعبي. كملي الوقت عم بيمر. يلا. خلي يلا. جايز دايما عم بيخافوا انه من نقطة البالونة تروح على الارض الثواني بتروح. لانه وراح خلص. اي كمان ربحوا. هي جولتين عم نلعب. نروح على الجولة الثالثة. رح نعملها بأربع دقائق. ايه بدي أصعبها. إذا صعبتها عشان أشوف بدك تربحوا ولا لا. يلا صلى تعالي. اوكي. جايز تعرف شو رح أعمل بهالمرحلة؟ هالمرحلة بدون مسكة اليد. لازم أصعب. اوكي. يعني ما بدي تمسكوا ايدكم بالبالون. اذا مسكتم تخسروا. رح تخسروا. انا انا بدي اصعبها. 1 2 3 ليتس جو. شغلت. لا تنسوها. ما لازم اصعبها. بصير قصدي يعني اذا البالونه راحت على الارض ما تمسكوها بايدكم. هاي الحركات برجلكم براسكم. يلا استيلا العبي. عندك مهارة انت. لا تخافي. دلينا غشاشة. شو عم تعملي فيهم؟ واو شيرين. استيلا لا تخافي. لا جينا ما تخافي. واو روعة. جينا خلص مامي. ما تخافي. السيما روح قلب انجلينا انه يخسروا. واو عن جد صعبة بدون تمسكوا بالإيد. هلا عرفت كتير صعبة. ما تخافي السنة. ما تخافي. ما تخافي. لا تخافي. إذا بدك تقع فيكم برجليكم بتعملوا. هيك هلا كيف بدك تشيلوها؟ فيكم من هون بتشيلوها. هون هيك بتيجي؟ إيه هون بس. بس اصابع ايدكم. واو شوفي المهارات كيف عم تطلع. هاي المهاره. هلا بدنا هيك. واو روعه. انا صعبت عليكم شوي بس هيك في استمتاع. لا تخافي من البالونه. يلا كملي. عم بيروح الوقت. وين البالونة؟ بدون مسكة الإيد. انت بدك تساعديها. مجرد ما راحت ورا ظهرها استيلا. انت لا تخافي.
اذا اجت الطابة عندك، يا عفوا اجت البالونة عندك، لا بتخليها تسقط على الارض. لا تخافي منها، لا تخافي منها ابدا. بدون مسكة الاصابع الايد. غشيته؟ لا ما غشيته. اوكي يلا تركي سلام. خليها مشان ندور سبعه. يلا نستحمل ندوم. ايه هي ايف هي فيها متعه، لانه اذا صعبتيها بصير احلى، اذا ما صعبتيها كيف بتصير؟ راح الوقت راح يربحوا كانه هدول. لا راح يربحوا. لا تخافي ستيلا، خليكي قوي ستيلا. يلا نجيبها هيك، حطيها هيك. مسكتيها؟ لا هذا حركات، ما بدك تمسكي بايدك ابدا. ها ما تمسكي بايدك، ما بدنا هيك، بس ما هو فيكي بقى اطراف. ايه هيك، ايه هالطرف هيك، في كل شيء بيصير، بس انه الايد ممنوع. راح الوقت. ما تتحركي انت، ما تتحركي. بدون ايدك شيرين، يلا بدون ايدك. لا تغشي يا غشاشي، لا تغشوا ايد كلها. ما غشيت، ما بدي تمسكوها. صعبة؟ راح الوقت لسه. واحد خلاص. واو ربحتوا. سلام يا تعبتوا مو؟ شوي ربحنا. يوهو تاين دريم انجلينا. جايز نرجع على المرحلة الصعبة كمان، كمان بدون مسكة الايد على الاربع دقائق على الجولة الاخيرة رح نلعب، واذا خسروا يلا سن ما شغلنا. وان تو سري يلا شغلوا بدون مسكة الايد، رح اذكركم عشان ما تنسوا. بدون مسكة الايد. حلوة واو، عن طريق السبالة كأنه ممنوع ايد مسكين. ايه مو مسكين، لا تغشوا عليها ستيلا حرام. انجينا بدون مسكة الايد. ها شو عملتي؟ مسكتي قلت المرحلة الأخيرة بدون مسكة الإيد. خسرتوا. خسرنا؟ إيه. محاولة تانية مامي. ها؟ محاولة تانية. إيه. أوكي دي يلا نرجع. يلا. Thank you مامي. هاي المحاولة. يلا. يلا محاولة كرمالي مشان ما يزعلوا. عم ضرب معدتكم بدون مسكة الايد. بس شوفها بدون مسكة الايد. تعي ساعديني انت، وين عم تروحي؟ لزقي حالك فيه وساعديني. ممنوع ساعديني. يلا جنب بعض ما تفرقوا من بعض مشان ساعدوا بعض. بدون مسكة الايد. راحت بدني خسروا. مسكتي انجلينا. شو لك وقعتي كمان؟ فرجي وقعتي على الارض كمان. خسرتوا. لا انجلينا ليش؟ الا بو. يلا جهزوا انفسكم، اعطيكم كمان مرحله ثانيه ولا جنون؟ لا لا بدنا عيقاب. بدكم عيقاب؟ ايه خلاص. ليش بتعرفوا شيء العقاب؟ تنصدموا من العقاب. شو والله تنصدموا من العقاب. يعني هلال ستيلا وشيرين رح يدللوا حالهم. ليش؟ رح يقعدوا وانتم
بتقعد بتيجي كل واحد تيه بتبوس ايده. شو؟ لا انا لا لا وين تحجيك كانت التربية. يلا مو اختك كانت كبيرة؟ هي اختك كانت كبيرة عادي. ستيلا لا شيرين اكيد. يلا تفضلي. يعني ستيلا استني شيرين مش مستعجلة؟ شيرين مستعجلة واحدة. انا كمان بوسة واحدة بس خلاص. لا هيك ثلاث مرات مثل هيك بس تقولي كل عام وانتم بخير مثل هيك بالعيد مثل الماما بتعملوا. اعطيكي مصاري. وين المصاري؟ بس بوسي بعدين. لا ايه لا تكذبي علي. مصاري كمان في ماني كمان. لا العقوب ما فيها ماني. لا لا بمزح ما بعطيهم ليرة. لسه ربحتوا شفتوا حالكم هن اللي خسروا يا حرام زعلت عليكم كثير. يلا يلا استني كم بوس؟ يلا انجلينا تعي لعند شيرين بتزوري فستي شيرين؟ ايه ايه يطلع لك. شو عيد مبارك ماما. شو هي؟ معفنة لا. الماما ثلاث مرات بتعملي تحطيها على جبينك. واحد. اثنين. شو الصوت؟ ثلاثة خلاص بس. وانتي بس. الله يرضى عليك يا بنتي. الله يرضى عليكي. يا بنتي. ما في معي مصاري. يلا. قربت العيد كمان. يلا مستعجل انا بدي اروح. شو ها؟ شو العقوبة؟ شو العقوبة يا حرام؟ يلا تفضلي. يلا يلا اختك الكبيرة معلش. تعب ايدي يلا. واحد على جبينك. ما ايديها واحد. واحد اثنين ثلاثة. يلا خلص 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 سامحتك خلص. لا انا واحد استني واحد استني ثواني. يلا اختك الكبيرة انجلينا. اثنين. يلا ثلاثة. خلص خلص. يلا يا ماني اختي كبيرة. انا حسيت انه النذرين بدها تطلب هيك مثل خاتم بقي عندك وبتطلبي ايده. استنى يلا هل تقبلينا؟ لا يلا استنى هل تقبلينا النذرين؟ لا يلا استنى انا ندوشة. قولي كل عام وانت بخير ماما. يلا يلا استنى. يلا واحد اثنين ثلاثة على جبينة خلص. الله قولي الله يرضى عليك يا ستيلا. قولي الله يرضى عليك يا بنتي. الله يرضى عليك يا بيبي. بيبي انتي صغيرة اول شيء. اوكي خلصت المهمة. يلا سوي حليب. كانت العقوبة صعبة مو؟ شيرين دللوا حالهم اليوم. اكيد جايز. اذا عجبكم الفيديو اكتبوا بالتعليقات بنعمل فينا نقدر نعمل الجزء الثالث كمان. لا تسقط البالونه بالغلط يعني صعبه وما صعبه يعني بدها مهارات. جايز وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى انه تستمتعوا بهالمشاهده ومزحنا كثير وفرحنا كثير وانتم كمان افرحوا معنا واللي زعلانين كلياتكم افرحوا. ان شاء الله بندعي لكم دايما تضلوا بخير وسلامه. بس شوفوا المشاهده للاخير. ها جايز لا تشوفوا بس هيك شوفوا الاخير بتعرفوا شو مو بالاول فيديو بالاخير مش تعرف ايش قد هي صعبناها بالاخير مشان نشوف مين تفوز ومين تخسر. وهي حرام خسرت نانوشي وانجلينا وباسو الايادي. يلا ما في فرق ما بتعرفي بك يجي دورك كمان. لا ما بيجي دوري. اوكي يوم جديد فيديو جديد بليز
باي باي، استنونا بالفيديوهات الجايه.